ما شاء الله ما شاء الله سعداتي. الاستاذ اللي غيتكلم في المسائل القانونيه واخا لطيفه غير خاص اللي يفهم الراي العام ويفهم الجامع ان ماشي كل من كيحط رجله في المحكمه متهم، فغاد تسمعوا ان شاء الله الاستاذ. واحد انا بغيت عندكم دابا نقول لكم شنو سبب الحضور ديالك ان شاء الله الاستاذ غيشرح. حضرنا اليوم كدفاع ديال الاستاذه او الفنانه المقتدره لطيفه رأفت اللي تنصبت اليوم امام السيد قاضي التحقيق لدى محكمه الاستئناف بالدار البيضاء كمطالبه بالحق المدني في مواجهه شخص تم توقيفه بناء على الشكايه التي تقدمت بها لطيفه رأفت في شان الابتزاز والنصب والتنمر وتكوين عصابه اجراميه ومحاوله القتل والتهديد بالقتل، واللي اعطت النتائج ديالها الاوليه ديال الابحاث والتحريات توقيف شخص في التلبس، وانطلاقا من المحادثات اللي ضبطتها الضابطه القضائيه في الواتساب ديالو ولا ديالها، واللي كان فيها مساومات شرف عليها المدعو دريس فرحان اللي هو موقوف اليوم بناء على امر قضائي من طرف القضاء المغربي واللي نفذوا القضاء الايطالي، واللي بموجبه غيتم التقديم ديالو حسب الاجراءات والاتفاق اللي كاين الدولي في التعاون القضائي ما بين المغرب وايطاليا. هاد دريس فرحان قاد واحد الشبكه ديال الابتزاز وديال النصب ومحاوله النصب والتشهير والقتل ومحاوله القتل والتهديد بالقتل في حق الفنانه لطيفه رأفت. لماذا؟ لانها لم ترضخ الى مطالبه المتمثله في الابتزاز وتهديده لها بنشر فيديوهات وفيديوهات هي وطليقها في وضعية حسب تقديره هو غير صحيحة، مع العلم أنه واش كيتوفر أو لا يتوفر هذه الفيديوهات حنا ما عارفينش هادشي، ولكن هذه التهديدات واردة ومسجلة وتحدث عنها علانية وساوم بناء عليها الشخص الذي موقف الذي كان يقدم على أساس أنه ضابط في المخابرات أو ضابط في المخابرات العامة الخارجية للمملكة المغربية. طلع في نهاية المطاف ما عنده علاقة لا بهذا الجهاز ولا بهذا الجهاز الآخر، اللي بان أنه هذا السيد دريس فرحان اللي هو تم التوقيف ديالو في إيطاليا واللي كان تيقدم نفسه كمعارض للدولة المغربية ما هو إلا نصاب ومجرم ومتهم بعدة تهم كبيرة في المغرب وخارج المغرب، وبان على أنه كذلك موضوع مذكرات بحث عديدة في إيطاليا وفي المغرب بشأن عديد من الأفعال، وبان أنه كيستهدف الفنانة لطيفة رأفت بأجل الابتزاز وكيطلب منها، بل صرح بذلك أنه كيوجه الاتهام لبعض المسؤولين في الدولة وفي مؤسسات اللي هي سيادية أو بعض المستشارين ديال جلالة الملك اللي هما بعيدين كل البعد عن الملف اللي هو كان مذكور يريد إقحام أسمائهم، يعني بالزز صحة كما كنقولوا بأي وجه من الأوجه، ولكن لم يتأتى له ذلك لأن لطيفة رأفت ما خضعتش لهذا الابتزاز ديالو وتم الفضح ديالو وتفضح، لأن الله سبحانه وتعالى فضحه قبل ما تفضحوا العبد. وهنا بغيت نقول كلمة شكر في حق السادة وكلاء العامين للملك بكل من الرباط والدار البيضاء وكيل الملك بالرباط لتفاعلهم الإيجابي والسريع مع الشكايه ديال السيده لطيفه رأفت، وبغيت نشكر الامن بولايه امن الرباط والدار البيضاء والفرقه الوطنيه ونساء ورجال الامن اللي عملوا كل الجهود من اجل الوصول الى هذا الشخص في ظرف قياسي زمن قياسي وضبطه في حاله التلبس، بالاضافه الى انه بان على انه شريك لدريس فرحان ولباقي افراد العصابه اللي كنتمناو حتى هما يطلق عليهم القبض في اقرب الاجل، والابحاث والتحريات توصل لهم ويتقدموا امام السيد قاضي التحقيق، وخص المغاربه والمغربيات يعرفوا هذا الموضوع والحقيقه ديالو عكس ما كان يتم الترويج اليه. وهذا الشيء كامل كان يتم باش يعني يتم تبخيص دور المؤسسات، يتم تبخيص دور الفنانه المقتدرين امثال لطيفة رأفت التي كانت عالية
كجبال الأطلس والتي كانت شامخة في مواجهتها بالرغم ما تعرضت له من إساءة مادية ومعنوية، سنؤكدها ونثبتها أمام القضاء.